حدثني محمد بن الصلت ابو جعفر الكوفي حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال اخبرني حمزه عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين انا نائم شربت يعني اللبن حتى انظر الى الري يجري في ظفري او في اظفاري ثم ناولت عمر فقالوا فما اولته قال العلم